السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو وصلنا أهم مرحلة من زراعة الفلفل المهجن أو تطوير الفلفل المهجن، اللي هي المرحلة اللي الكل ينطرها ويتوقعها، اللي هي تذوق الثمر. فعندي هذه أول نبتة اللي هي رقم واحد، راح أراويكم النبتة بشكل كامل. هذه حجمها. طبعا انا ازلت منها الثمر الاحمر مثل ما انتم شايفين، راح اصور لكم الثمر، راح نتفقد جذور النبتة مثل ما سوينا الموسم اللي فات، بعدين راح نتذوق الثمر مع بعض. للأسف في هذه الموسم ما عندي من التباسكو جاهز أو ناضج عشان نقدر نسوي المقارنة مثل ما سوينا العام الماضي. عندي نبتة واحدة، لأن كل النباتات اللي عندي من التباسكو ماتوا، فقاعد أرد أزرعهم وتوهم في بداية التثمير، ففيها بعض الثمر الأخضر، ولكن راح نبتدي نتناول الثمر من هذه أول نبتة اللي هي نبتة رقم واحد، وراح نتكلم عن التقييم. طبعا لما أختار ثمر ما راح أختار أكبر وأنظر ثمر، لأن إذا كانت هذه اللي نبيها راح نختار البذور من أحسن ثمر من هذه النبتة وأكبر ثمرة، فراح أختار شيء مثل هذه تقريبا بهذا الحجم. راح نتذوقها ونشوف مع بعض. فيها بعض العصارة، يعني فيها عصارة، ولكن كنكهة غير مشابهة للتباسكو. الحرارة حاليا عندي في مقدمة الفم في اللسان وشوية في الحلق أو في البلعوم، حرارة متوسطة يعني. مثل ما قلت احنا ما نبحث عن حرارة خيالية، شوي شوي الحرارة في الحلق قاعدة تخف، اللي في اللسان للحين فيها شوي حدة يعني، ولكن اتوقع راح تخف. فمثل ما قلنا في الموسم اللي فات راح ادخل الصفات هذه في جدول الاكسل اللي عندي على اساس نعطي النبتة التقييم النهائي، وراح تحصل على التقييم كنقاط هذا التقييم، وراح ننتقل الى النبتة رقم 2. هذه عندي نبتة رقم 2، مثل ما احنا شايفين حجمها اكبر، فيها طول اكثر، وفي اغصان يعني نازلة بسبب الطول والحجم. مثل ما احنا شايفين فيها نمو شوي مشابه للكينج ناغا من ناحية الحجم، خلنا نقول. فهذه نبتة رقم 2. طبعا شلت الثمر موجود، راح نتفقد الجذور ونتذوق الثمر. في بعض ثمار هذه النبتة رقم 2، في بعض الثمر شوي شبيه أكثر للكينج ناغا أكثر مما هو للتباسكو. إذا هذه مبينة عندكم بشكل واضح، ملاحظين كيف أن فيها سمك أكثر بدلاً ما هو طول ونحافة، فصايرة شوي أشبه للكينج ناغا، وفيها شوي تعرجات أو شوي انكماش في الجلد، وهذه من صفات الكينج ناغا. فهذه شوي ماخذة من شكل الكينج ناغا. مثل ما شفتوا ما عندي ثمر كثير أحمر، فراح أخذ واحدة صغيرة، مع أنها مو مكتملة في النضوج، يعني مو بحمرة 100%، ولكن راح أتذوقها معاكم ونشوف النتيجة. ما ودي أكلها كاملة الصراحة،
خلنا أقطعها وناخذ جزء أحسن، لأن صراحة أبي أرحم معدتي يعني. راح أخذ تقريبا النص. فيها سمك، الجدار أو جلد الثمر فيه سمك بعكس التباسكو. في بعض البذور، خلنا نجرب ونشوف. الحرورة بسيطة إلى حد ما يعني، وكطعم ما تشوف طعم مميز أو طعم مقارب للتباسكو، ف لحد حين ما تشوف في شيء قاعد يبهرني الصراحة. فهذه رقم اثنين، حسب الصفات هذه وطريقة نمو النبتة راح تحصل على هذه النتيجة. وراح ننتقل إلى نبتة رقم ثلاثة. هذه عندنا نبتة رقم ثلاثة، مثل ما أنتم شايفين ما شاء الله حجمها، يعني حجمها كبير. راح أراويكم النبتة، وفي شيء راح أراويكم في الثمر نفسه. هذه النبتة راح أقرب الكاميرا وراح أبين لكم شيء، اللي هو كيف في التهجين الجينات أو الصفات غير مستقرة حتى في الجيل الثالث. لهذا السبب إحنا نزرعها ونكاثرها إلين ثامن سنة تبتدي الجينات تكون شبه مستقرة. راح أبين لكم هذه الشيء. نلاحظ كيف في هذه الثمرة صار في نوع الذيل يسمونه، أو يسمونه ستينجر، أو نوع يعني كأنه ذيل عقرب أو كذا. هذه بداياته يعني يكون بهذا الشكل. ولكن عندي هني مثل ما أنتم شايفين شكل مشابه بالضبط للكينج ناغا تقريبا، يعني بحجم أصغر. هذه شوفوا، هذه عشان تبين عندكم، هذه أيضا مشابهة للكينج ناغا ولكن فيها تعرجات مختلفة، فيها تعرجات مختلفة وشكلها غير. هذه هني في النهاية في الطرف مربعة تقريبا أو مسطحة، ففي اختلاف حتى في النبتة الواحدة الثمر مختلف. لهذا السبب نكون حريصين في أي ثمرة راح نكاثر منها. البعض راح يسأل إن هل راح يكون في اختلاف بين الطعم بين ثمر وثمر؟ قد يكون ولكن ما يكون بنسبة كبيرة جدا. مثل ما شفتوا في هذه رقم ثلاثة أكثر الثمر الناضج جاف، فما راح أكل منه، راح أستخدم يمكن هذه. طبعا راح أخذ نص. وهذه أيضا فيها مثل ما بينت لكم نوع الذيل أو بداية ذيل، يعني تكون ذيل. يعني لو أبتدي أواصل هذه ممكن أطور نبتة مثل الكارولينا ريبر فيها ذيل. هذه الجدار فيه بعض السمك، يعني مو بسمك الهالابينيو أو غيره، ولكن في سمك مقارنة بالكينج ناغا. الجدار أو الجلد مالها مو بهذه السمك ولا التباسكو بهذه السمك، ففيها جينات قاعدة تبين. راح تذوق هذه الجزء ونشوف مع بعض. فيها بعض الحرارة، حرارة شبه متوسطة، خلنا نقول شوي أعلى من المتوسط يعني، ولكن كنكهة بعد ما أشوف النكهة، نكهة التباسكو المرغوبة في هذا الثمر. فنظراً لطعم الثمر وحرارته كعناصر رئيسية ونمو النبتة، نبتة رقم ثلاثة راح تحصل على هذه النتيجة. مثل ما احنا شايفين هذه نبتة رقم أربعة، ما شاء الله في الطول صارت يعني
تعدت أتوقع المتر بالراحة، طافت المتر. هذه طبعا من جينات الكينج ناغا، خذت هذه الحجم. أغلب الثمر طاح، ولكن عندي هني في هذا الكيس في بعض الثمر اللي جاف. فيها ثمر قليل، ثنتين والله بعد، مو قليل، ثنتين عندي، فما ادري شلون راح نتذوق الثمر. راح اشوف اذا في مكانها في ثمر شيء طايح محلها ونجربه نشوف. فمثل ما احنا شايفين عندي هاي الثمرتين، هذه الاكثر نضوج، هذه جافة، ولكن النضوج يعني كلون ما اخذت اللون الكامل كل مكان. مثل ما قلت للأسف النبتة ما فيها ثمر ثاني طازج ان اجربه، فراح اجرب هذه الجاف وراح نشوف. باخذ من الحمرة احسن. بالنسبة للنكهة، النكهة زينة، الحرارة أيضا بعد في مقدمة الفم، في شوي في البلعوم بس قليل، أكثر شيء تحت الألسان وفي الألسان نفسه، حرارة معقولة، حجم الثمر أكبر من التباسكو طبعا، ما نقدر نحكم عليها بشكل صحيح لأن هذه مجفف أو جاف، يعني مو بقياس منصف لها بصراحة، ولكن أشوف يعني نتيجتها زينة لحد ما. فبناء على حجم النبتة والثمرة هذه والتذوق وطريقة نمو النبتة، رقم 4 راح تحصل على هذه النتيجة، وراح ننتقل إلى رقم 5. نبتة رقم 5 بعد أطول من نبتة رقم 4، وهي أطول واحدة بين العشر نباتات، ففيها ثمر، فيها ثمر، وفي تفاوت في شكل الثمر وصفات الثمر، ولاحظت أن هذه رقم 5 ثمرها ينضج يصير برتقالي، فهذه ولكن النكهة هي المعيار الرئيسي. راح أشيل الثمر وراح أصور لكم إياه بشكل مقرب عشان تشوفون التفاوت في الثمر وكيف مختلف. راح اخذ هذه الثمرة وراح نجربها. ايضا هذه كنكهة، نكهتها مو حلوة الصراحة، ما فيها عصارة عالية، فيها شوية مرورة حتى. فرقم 5 بناء على الثمر وعلى النكهة ونمو النبتة راح تحصل على هذه النتيجة، وراح ننتقل الى رقم 6. هذه نبتة رقم 6 مثل ما احنا شايفين حجمها اصغر من رقم 4 و 5 طبعا، ولكن فيها ثمر. راح ازيل الثمر، راح نشوف الثمر، نشوف نمو النبتة، وراح نتذوق واحد من الثمر. مثل ما شفنا عندي هاي الثمرتين، هذه فيها بداية تطور ذيل، هذه بشكل طبيعي، هذه اللي افضل ان اكاثرها لو كانت هي الانجح. راح اتذوق هذه وهذه، اذا كانت النكهه والصفات المرغوب فيها راح نكاثر الاشكال الطبيعيه. هذه القطعه
فيها عصارة، فيها شوي مرورة، الطعم لا بأس، بس الحرارة متوسطة إلى قليلة، يعني الحرارة شوية في مقدمة الفم بس أكثر في البلعوم، حرارة خفيفة بدأت تقل يعني شوي شوي. فبناء على طعم رقم 6 والنبتة وطريقة نموها راح تحصل على هذه النتيجة. عندنا هذه رقم 7، مثل ما انتم شايفين هي أطول من رقم 6، يعني فيها حجم زين. فنفس الشيء راح أزيل الثمر ونتفقد النبتة ونتذوق ثمرها. عندي هاي الثمرتين اللي شبه طازجين، يعني فيهم بداية جفاف ولكن يعني مو بمرحلة الجفاف. هذه اللي لاحظتها في رقم 7 فيها هذه التجاعيد اللي صايرة في الثمر، هذه صفة أنا تعجبني الصراحة، حلوة أشوفها الصراحة. هذه نحصلها في أغلب شيء فلفل الكاين، تكون موجودة فيه، فقد يكون إنه ياخذ صفة إنه يصير أطول. هذه يعني كحجم حجمها حلو، راح نتذوق هذه ونشوف إذا حصلت نتائج زينة قد تكون هذه اللي نحفظها. هذه هي القطعة تقريبا نص الثمر، راح أجربها ونشوف. فيها عصارة ولو أنها شوي جافة، الجزء الطري للحين فيه عصارة شوي، فيها مرورة، الحرارة خفيفة في البلعوم، شوي قاعدة تزيد، فيها حن شوي حرارة بدت في الحلج قاعدة شوي تزيد، فنوع الحرارة مو بالمباشر، لا اللي يبني شوي يبتدي يزيد. أنا عجبتني الصراحة، ولكن النكهة مو بشيء اللي جدا جدا مميز، ولكن لا بأس فيها، لا بأس فيها. فبناء على هذا الشيء وعلى الصفات الشكلية والمذاق وطريقة نمو النبتة، رقم 7 راح تحصل على هذه النتيجة، وراح ننتقل إلى رقم 8. نبتة رقم 8 مثل ما احنا شايفين أيضا فيها حجم، ولكن الظهر بدأت تتعب خلاص لأنه قاعد تجف من فوق، والثمر أشوف أغلبيته جف لونه برتقالي، ولكن باستثناء ثمرة واحدة اللي جفت باللون الأحمر، ما أعرف هل هي بالغلط معاهم، ما أعرف. فراح أتذوق البرتقالي لأنه هو الأغلب اللي أشوفه على النبتة. هذه كانت طايحة داخل الكيس اللي حملنا فيه الثمر، قد تكون من نفسها قد تكون لا، بس الأغلب أشوفها برتقالي. للأسف ما في ثمر طازج على النبتة فكله جاف، فراح أضطر أجرب ثمر جاف. طبعا ما يعطينا نفس النكهة، ولكن من الثمر أشوف في نفس التجاعيد وفي الشكل اللي نبغيه، ولكن الحجم مو بكبير، فراح نتذوق واحدة ونشوف. راح أخذ واحدة كاملة مثل هذه، يعني حجمها صغير ولكن راح نتذوقها. فيها نكهة فاكهة، وهذه جاية طبعا من الكينج ناجا مو من التباسكو. كحرارة، الحرارة موجودة في الحلق أو في البلعوم، أولا في شوي حرارة في الحلج، في الحلج شوي الحرارة قاعدة تزيد، في البلعوم لا الحرارة نفسها. كنكهة
هذه الصفة نكهة الفاكهة هذه مو مرغوبة الصراحة. فبناء على طعم الثمر ولونه وشكله وطريقة نمو النبتة، رقم 8 راح تحصل على هذه النتيجة، وراح ننتقل إلى رقم 9. مثل ما احنا شايفين نبتة رقم 9 فيها شوي حجم، فيها طول، ولكن نمت بشكل مايل على تحت. الثمر حجمه زين، احمر مثل ما شفنا، اكثريته جاف بعد، في بعضه شويه طري ممكن انت تذوقه. راح اختار شيء يكون شبه طري على اساس نقدر نشوف العصاره والنكهه، مثلا مثل هذه راح نجربها. عندي هذه الثمره اللي راح تذوقها، وتقريبا نص الثمر. كنكهة مبدئية زينة، الحرارة في شوي حرارة في بداية الفم، مقدمة الفم، الحين في البلعوم، الحرارة اللي في الفم قليلة، في البلعوم أكثر، متوسطة الحرارة، الحرارة معقولة يعني الحرارة الحين اللي في البلعوم قاعدة تخف، اللي في الفم شوي للحين موجودة. فهذه أيضا أشوف فيها صفات زينة يعني، من ناحية اللون، من ناحية شوي حجم الثمر. أعتقد أنه كان فيها التجاعيد اللي كانت في البقية بعد. فبناء على هذه الصفات والتذوق اللي تذوقناه وطريقة نمو النبتة، رقم 9 راح تحصل على هذه النتيجة. وأخيرا وصلنا إلى رقم 10 بعد عناء طويل. مثل ما شفنا الثمر اللي عندنا من رقم 10 أيضا أحمر، بعضه صغير ولكن في بعضه حجمه زين، مثل هذه اللي جفت، وعندي هذه بعد أيضا. فاللي راح أسويه إني راح أتذوق واحدة من هاي الصغار اللي فيها شوي عصارة لحن شوي طرية أساس نقدر نحصل النكهة، وراح نشوف نقيمها. عندي هذه اللي راح أجربها، فيها عصارة، فيها نكهة صايرة بين التباسكو وبين الكينج ناجا، غريبة شوي. الحرارة حاليا في مقدمة الفم، شوي قاعدة الحين تنزل الحرارة في الحلق، حرارة بسيطة لحد الحين، هل بتزيد؟ شوي زادت بس مو بوايد، شيء بسيط، حرارة معقولة يعني، الحرارة شبه قاعدة تقل يعني الحين، ما أقول انتهت بس شبه انتهت يعني قاعدة تقل. بناء على ثمر رقم 10 وطريقة نمو النبتة، رقم 10 راح تحصل على هذه النتيجة. طبعا مثل ما دائما أقول لكم راح أدخل النتائج هذه في الجدول الأكسل، وراح نشوف أي واحدة فيهم الأحسن، وبعدها إن شاء الله راح ناخذ البذور وننقلها للجيل، وإن شاء الله في الموسم الجاي إذا الله أحيانا وياكم لما أبتدي أبذر البذور راح أقول لكم إن شاء الله أي واحدة من النبتات العشرة اللي اخترنا بذورها على أساس ننقلها إلى الجيل الجاي. وإذا نسيت أذكر هالموضوع في الفيديو رجاء ذكروني مثل ما سوى أحد الإخوان في هذه السنة، ذكرني إذا الله خير وذكرت لكم النبتة اللي خذنا بذورها. فراح إن شاء الله نواصل زراعة هذه التجربة وندخل الموسم الرابع أو الجيل الرابع. الشيء الوحيد اللي راح أسويه مختلف السنة الجاية إن شاء الله أو الموسم الجاي إن شاء الله،
اللي هو راح استخدم اكياس 45 لتر بدال الاصيص ال 15 لتر على اساس اعطيها مساحه اكثر في حق الجذور وما تجف بسرعه وتتعب، لان مثل ما احنا شفنا في ثمر كثير قاعد يجف وفي نباتات تعبت هذه الموسم، فشوي وجود سعه اكثر، تربه اكثر، مياه اكثر في التربه راح تساعد النباتات اكثر. فاتمنى ان انتم متابعين هذه السلسله وتتمون تتابعون هذه السلسله وتستفيدون منها شيء، واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. في امان.